تقول: ما حكم من يقرأ القرآن ويحفظه بدون أحكام التجويد، هل يأثم؟ لا يأثم، المطلوب في حفظ القرآن تجويده من اللحن المخل بالإعراب، بالإعراب النحوي، حيث لا يرفع المنصوب أو ينصب المرفوع أو يجر المنصوب، هذا لحن لا يجوز، وهذا هو الذي يجب على المسلم أن يتعلم حتى يسلم منه. أما أحكام التجويد هذه مستحبة ومكملات، إذا حصلت فهي زيادة خير، وإذا لم تحصل وكان يجيد القراءة ولا يلحن فيها هذا يكفي.